بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وصلنا ولله الحمد والمنة إلى الآداب والأخلاق الإسلامية في هذا المتن المبارك، متن الدروس المهمة لعامة الأمة. الله إن كان سجنوا بهلا شخيو عهوني منا قرود يا إسلام عدابنا يا إسلام سرات كالو سدرسنا لو ميلو شخيو. نعم، من يذكر لي آداب أو أخلاق الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أخ. الصدق، وضد الصدق الكذب. نعم. نبياتن بحارات تلقوا بحارات شونا تنيانا تقاران ودموا وشتا. يصدق مع من؟ كمان قارنا ونا تنيانا تنيانا. يصدق مع الله أولا. كالله قارا يارلو بني منا تحشونا تنيانا. في أعماله. ونقر. وأقواله. بكالات. واعتقاده. بأمنات. ثم يصدق مع عباد الله. كالله باروش قارن يالوغن من نتحجو ونتنيان أتشو. والصدق يهدي إلى البر. ونتنيان نات ودا ملكام نقاري مرال. والبر يهدي إلى الجنة. ملكام سرا ودا جنة مرال. والكذب نسرع في السلامة يهدي للفجور. وشتا من نات ودا مدخل نات مرال. والفجور يهدي إلى النار. مدخلنة ودسات برد. فلا بد أن يصدق أولا مع الله، ولهذا ذكرنا أن من شروط لا إله إلا الله الصدق. لذي بلان بطق عليك الله قرى ونتنى أنتم هنا أسفل عندهنا فلا إله إلا الله مسفرتك عنده بولة لا إله إلا الله لمقبلان ترجمنا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. نعم. نبياتنا عليه الصلاة والسلام ونتنينا تامينا تشو. أبو بكر رضي الله عنه هو صديق هذه الأمة. أبو بكر رضي الله عنه كذي أمة أم المؤمنين عائشة هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. النات عشين عائشات يومين وشنات رسولات شين بتلك في المستاتشة ونتنيا النات تتاوق عليك ونتنيا نات. ليلة الإسراء والمعراج رياتنا عليه الصلاة والسلام كمكة ودى بيت المقدس يتوازو قذيه كبيت المقدس ودى سماي يوتو قذيه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريش بأنه ذهب في ليلة إلى المسجد الأقصى ورجع فكذبوه. نبيات الله قريش وش بزايا ولليت كمكة ودا بيت المقدس كبيت المقدس ودا سماي درسوا من داتاتو سنقل واستوابراتو وارتد بعض من أسلم نسأل العافية والسلامة. نعم، بهذا الأمر ارتد عن الإسلام كافلو دكا مامنت يالاتو بذيك على تاتو كسلمنا فنقطو فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه ودا أبو بكر صديق بيت مطلوب وقالوا له نحن نضرب أكباد الإبل حتى نصل في شهر إلى البيت المقدس والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة يذهب ويرجع، أتصدق هذا؟ إنيا قملتنا ورب من قوازبات ودرس ومالس يا الله ملكتني بعندك الذي يصدر الشمة الطوية لا يورا إيه نونة بله تقبل عليه. قال إذا قال هذا فقد صدق، ومن هذا اليوم سمي بالصديق رضي الله عنه.
አወከ ሲዲቅ ምን ሲሉ መልሰጡ ይህን ሹብሃላ ቀረቡላቸው ብሏት ከሆነ እውነተኝ እውነት ነው። ከዛ ቀን ጀምሮ አወከር ሲዲቅ የሚባለው ስያሜ ተሰጣቸው። الصديق رضي الله عنه ثبتت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أبو بكر الصديق كان بياتين كتلو مرين نتاتشو لنا خليفة نتاتشو لأمة ومري مهداتشو بقرآن بحديث بمسلموش باند دمتي على خلافة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أننا نؤمن أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. يا أهل السنة والجماعة كمنهجاتنا تعقيداتنا أمي مبتي هنا كنبياتنا بعلا أبو بكر الصديق قتلوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما قتل عثمان بن عفان فما قتل علي بن أبي طالب لما هناتشو أهل السنة والجماعة اسمه مالك. من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو أضل من حمار أهله، يعني ضال مضل، نسأل العافية والسلام. لا يمكن أن نشكك في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة بهذا الترتيب. نعم. بالنبي مرنت يزلفاتشو ويميوكساتشو ويميماتشو كالا أهيا كالا كراس وهيا يتساسات مهيم ددنوا بلو إمام أحمد بلوان.